السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل عام وأنتم بخير وسعادة. أهلا بيكم. الحلقة النهاردة اسمها العيد فرح أو صلاة العيد. صلاة العيد يا جماعة مهمة جدا 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 جدا، احنا مش عايزين نتنازل عنها أو نتخلى عنها أو نتحجج بالحظر اللي احنا فيه إن احنا ما نصليش صلاة العيد. صلاة العيد فيها البهجة، فيها الفرحة، فيها السعادة. واوعى تضايق على أهل بيتك أو تزعل الأطفال عندك، يا جماعة ده حظر مفيش عيد، وتكبتهم أو تخنقهم. بالعكس، حاول تخليه أجمل عيد. إزاي؟ بتاعتك أنت، أنت القائد، أنت تقدر تخلي الحياة حلوة وتخلي الحياة مش حلوة. نبدأ بصلاة العيد. صلاة العيد إن شاء الله هتبقى في حدود الساعة 5:45، يعني بعد الشروق بربع ساعة، تلت ساعة تقريبا يعني. حاول تجمع أهل بيتك. هنقول مثلا 5:45، 5:17، 5:55، جمع أسرتك، اعملوا دايرة حوالين بعض كده واقعدوا 4، 5، 6، 10 على حسب العدد، ربنا يبارك. ابدأوا مع بعض هللوا، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. ابدأ هلل وكبر. لو أنتوا خمسة قاعدين، الكبير ثم اللي يليه ثم اللي يليه الأصغر واحد، كل واحد ياخد دوره ولا مرة. وبعد كده أنتوا المجموعة كلها تقولها 3 مرات، وبعدين ابدأ بالصغير يقولها مرة، وهكذا لغاية الكبير. بدلوا مع بعض، ادوا لبعض المراكز، بدلوا المراكز مع بعض، وكل واحد يقولها لوحده تكبيرة، وبعدين المجموعة تقولها مع بعض 3 مرات. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. كل واحد يقولها 3 مرات، واللي عليه الدور يقولها، وبعد كده انتوا المجموعة كلها تقولها 3 مرات. وقت الصلاة حضر، تقوم حضرتك كبير بتاع العيلة أو أفضل واحد فيكم، انتوا شايفينه، انتوا اللي تختاروه منكم، يصلي إمام بيكم. صلاة العيد ولا لها أذان ولا لها إقامة، يعني بدون أذان وبدون إقامة. وطبعا عشان أصليها في البيت فبرضه هتقع بدون خطبة، بس انت تصليها في عيد في البيت كأنك بتصليها بالظبط صلاة عيد، ركعتين. أول ركعة فيها تكبيرة الإحرام، الله أكبر. بعد تكبيرة الإحرام حضرتك هتقول 7 تكبيرات، يعني ممكن تعدهم على صبعك. قلت الله أكبر، دي تكبيرة الإحرام، الله أكبر، 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 الله أكبر. وبعدين هتقرأ الفاتحة، وبعدين سورة الأعلى، سبح اسم ربك الأعلى. تخلص الركعة الأولى هتقوم من السجود على الركعة الثانية اللي هي هتقول تكبيرة الانتقال، الله أكبر، وبعدين 5 تكبيرات، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. بعدين تقرأ سورة الفاتحة، بعدين سورة الغاشية. خلصت ركعتين سلم كده، احنا صلينا صلاة العيد انت وأسرتك. شهيص بعد كده، هيص بعد كده، هات البلالين، شغل أغنية صفاء أبو سعود، العيد فرحة، شغل حاجة تسعدك انت وأولادك، تدي ليكوا بهجة. مشير راشد عنده نشيد جميل شغلها، اللي انت شافه حلو اللي هيدخل بكى شغل، هات لب، هات سودياني، هات ترمس، حاجه ساقعه، شوكولاته، طعم. لا بص،
دخل البهجة على أولادك، دخل الفرحة على أولادك، ما تحرمش أولادك وأطفالك من فرحة العيد. لو عندك أطفال صغيرين وعندهم درجات صغيرة، يا سيدي انزل بعد صلاة العيد قبل الجو ما يحرر، انزل لف بعربيتك شوية، لو جنبك جنينة انزل اقعد في الجنينة شوية، خلي العيال تلعب بالدرجات، خلي العيال تلعب حواليك، العبوا منديل، العبوا أمية ولا مش عارف بيقولوا ايه دي، سغماية، يعني بص سيبهم يلعبوا، يلعبوا راكت، يلعبوا المنديل، بص سيبهم يلعبوا، سيبهم يهيصوا، خليهم يحسوا بالعيد وفرحة العيد. قضينا صلاة العيد وانبسطنا، ننزل نهيص مع العيال، نلف بالعربية شوية، لو نزلت قعدت في جنينة، لو في حد قاعد حاول تعمل تباعد اجتماعي، حاول تأمن نفسك، انزل بالكمامة، لو في جوانت انزل بالجوانت، يعني أمن نفسك بس انزل هيص، خلي العيال تهيص، خلي العيال تفرح، ما تحرمهمش. واوعى تنزل عادية، اوعى تقول ده حظر، مفيش عادية، ادي العادية وبزيادة كمان، خلي العيال تفرح. كل سنة طيبين، يا رب يجعل عيد سعيد علينا وعلى كل المسلمين يا رب، آمين، وعلى كل العالم يا رب آمين. أشوفكم بخير الحلقة الجاية إن شاء الله، وكل عيد وأنتم طيبين في رعاية الله. السلام عليكم.